بونجور. اليوم جيت وجبت لكم معايا واحد الخبار اللي داز مرور الكرام وحتى حد معقب عليه، واليوم ما كاين لا شدان في هضرتي ولا ضحك، حيت الموضوع مهم بزاف. قال لك سيداتي ساداتي، المنظمة العالمية للصحة ومجلس حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، هاد ثلاثة ديال المنظمات وقعوا على بلاغ تطلب من عدد من البلدان من بينهم المغرب باش أنهم يحيدوا شهادة العذرية. بغاو يحيدوا شهادة الجودة، بغاو يحيدوا الإيزو، بغاو يحيدوا الطامبون، بغاو يحيدوا لا فيزيت تكنيك. واش عمركم تسألتوا على مدى مصداقية هاد الشهادة؟ يعني حسب ما قريت ما عندها حتى شي أساس علمي ولا إكلينيكي، ما كاينش شي تيست يقدر يبين أن فتاة كانوا عندها ممارسات من قبل، لأن العذرية ماشي هي البكارة، ووجود بكارة ما كيعنيش أن الفتاة عذراء. يعني أن هاد الفحص ما كيعزز سوى للكذب والضحك على الدقون، وأنه مشبع لكبرياء بعض الرجالة اللي كيحطوا راسهم في مواقف بايخة وما كيكونوش واثقين من البنات اللي غيتزوجوا بهم. نرجعوا للشك، علاش كيشكوا وكيخافوا؟ لأنهم عارفين راسهم وخايفين ياخدوا شي بنت اللي كانت أصلا في علاقة مع واحد آخر، وفي الأخر تيقولها ما نقدرش نتزوج بوحدة كنت معاها. فكيفضلوا ماضي مجهول على ماضي معروف. نرجعوا لواحد المسألة، أطباء النساء كيسنيوا المئات من هاد الشهادات في فترة الصيف مع ازدهار موسم الزواج، ما كنشككوش في مصداقية الطب، ولكن الطبيب كيعطي الشهادة فقط لتواجد البكارة. غنهضر لكم على واحد الحاجة ودابا اللعب بالمكشوف، كوكب الصين العظيم كيصاوبها، راه كانت شي مات كتباع في لي بارفومري بحال لي لونتي عادي جدا، وسمعت ان كاع الثمن ديالها ما كانش كيتعدى 500 درهم. وكاع فاش كتكون شي فتاة مرفحة كدير تدخل جراحي لا اوت كوتور، يعني كذبه كداوي كذبه كذبه كداوي نقص ونظرة دونية للمرأة من المجتمع. اختي انتي عارفة راسك مزيان شنو كتسواي، اللي غيطلب منك شهادة العذرية راه غير شاك فيك، ما تزوجيش به، ما تزوجيش بواحد غادي يحطك في اختبار مهين تو سامبلومون وكيتسنى لا فاليداسيون ديالك من طرف طبيب، بحال شي ضروبة كدوز من المصالح البيطرية. كوني واضحة مع راسك ومع المجتمع، لا يصح إلا الصحيح. ونزيدكم، أي واحد غيطلب هذا النوع من الإثبات فهو عنده ماضي مخجل. كاين تحايل من طرف البنات على الرجال ومن طرف الرجال على البنات، ربي كيكتب البنت المزيانة للراجل المزيان، كاين القدر وكاين القسمة وكاين النصيب. السلام عليكم.